مساء الخير، انا سهيل مشاش، ناشط بحقوق المعاقين. اليوم بدي احكي عن شيء يعني ان شاء الله انه يكون في فايده له لكم، لانه احنا تعودنا من رواد من سين انه يكون هذه ثقافات وتكون خبرات لنا انه نستفيد كلنا من بعض. الشيء بدي احكي عنه اليوم هو انه عن القراءه، وانه احنا دائما للاسف الام العربيه اللي عم نحكي عنها نقارنها بالاوروبيين، انه احنا القارئ العربي بيقرا ربع صفحه بالسنه، ونيجي نحكي للألماني بيقرأ 40 كتاب بالسنة. كان أثر هذا الشيء علي، أنا طبعاً فقدت بصري يمكن من شيء 13 سنة، فمرت في شوي وضع نفسي وكبت، وكنت عم زي ما بتحكي عم بدور على الإشي اللي بدي أقدر أعمل عشان أقدر أبرز هويتي، أن أكون فعال يعني بالمجتمع، ما بدي يكون أنا زيادة عدد أو شيء. فبالصدفة إني مر علي كتاب وبدأنا نقرأ فيه، هو عن طريق خالي وموسى. اسم الكتاب هذا عمر أمة الإسلام. أنا لفت انتباهي بصراحة هذا الاسم، أوكي، وقرأنا بهذا الكتاب. هل هذا الكتاب هو عبارة عن أحاديث نبوية صحيحة كانت، وعن إشي كمان تقدر تقوله مستمتين من القرآن الكريم، كانت عم تحكي عن هذا الاسم. هذا الاسم هو حديث عن الرسول، سألوا رسولنا عليه الصلاة والسلام إنه مدى عمر أمة الإسلام، يعني إحنا الصحابة عم يسألوه قديش حتكون عمر أمة الإسلام. قالهم عمر أمة سيدنا موسى عليه السلام 2000 سنة. قال لهم انقصوا منها أمر عيسى أمة عيسى عليه السلام اللي هي 600 سنة، بس عنا 1400 سنة. هلأ 1400 سنة، فبسألوا حدا من الصحابة يا رسول الله هل إنه على 1400 يعني حينتهي الدنيا؟ طبعا هذا الشيء كله بعلم الغيب، إحنا ما بنقدر نحكي، حتى لو كان رسول الله هو وحي يوحى، لكن ما بيقدر يحكي شيء ويلزم فيه إلا هذا بصراحة من علوم الغيب. فقال لهم 1400 تزداد عام أو تزداد 100 عام، يعني من 1401 ل 1400 هذا هو ماكسيمو عمر أمة الإسلام. ولو إحنا بنحكي عن اليوم إحنا إيش 1432، يعني إذا بدنا نعملها عملية رياضيات ماكسيمو مش غير على الدنيا كلها على بعضها 68 سنة عشان تكون أصلاً الزوال. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا بما إنه مرجعيتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته، إنه إحنا لازم نأخذ الشيء بإيش بجدية. أنا بصراحة يعني بعد ما قرأت هذا الكتاب قرأت فيه أشياء كثيرة، يعني بيحكي عن علامات الصغرى علامات الكبرى. كان هذا صدفة الكتاب عم بقرأه قبل ما تصير الحرب بغداد، حرب سقوط بغداد. الكتاب هذا صدر بال95 من مكتبة الأزهر، لكن كان عم بيحكي عن حرب بغداد، يعني قبل 7-8 سنوات من الحرب بيحكي تفصيلها، بيحكي كيف حيكون انهيار دولة بغداد بقى في هذه الفترة، وكيف حتكون في احتلال أمريكي. يعني اللي بيقرأ الكتاب بيقول إنه هذا اللي كاتب صور بعلم الغيب. فأنا لفت انتباهي هذا الشيء وظلت مكمل وقرأت الكتاب 3-4 مرات، وأخذت من درس إن أنا إيه لازم والله بما إني عم بقرأ هذا الكتاب أفهم شيء واحد، إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لو كان بيدك غرسة والساعة بدها تقوم، يعني خلص القيامة قائمة، إنك أنت لازم تزرع هذا الغرسة. ليه؟ لأنه أنا لو بدي أحكي والله ضايل خلص 68 سنة وتنتهي الدنيا، خلص خلنا بس أقضيها صوم صلاة، معناته أنا لا أنا بزرع ولا فلان بصنع ولا فلان بكون شرطي ولا فلان بكون أستاذ، وهيك الدنيا حتخرب، وبدل ما بتنتهي بال 68 عام ممكن تنتهي بعد عام. وهذا كان رسولنا بده إياه منا إيش؟ إنه نقدر إحنا نكون عندنا عطاء. بصراحة أنا هذا الكتاب أثر علي وخلاني إني مباشرة توجهت إني أقدر أبرز هويتي. مع الصعوبات بصراحة والتحديات اللي قابلتني قدرت إني أنا أطلع وأنطلق وأبدأ بالرياضة بشكل قوي جدا الحمد لله. في البداية أنا ما كنت عارف لوين ممكن أصل، لكن خلال سنتين تدريب شاركت في أول بطولة كانت على المستوى العربي الأفريقي وحرزت ميدالية برونزية بالوزن الطويل، وتأهلت من بعدها إني أصير لاعب دولي وأشارك في عدة بصراحة محفلات دولية، إنه أنا كلاعب بمثل الوطن من إيش فئة المكفوفين. هلا من إن إنسان كنت ولا شيء قبل الكتاب، أول خطوة عملتها وصلت لهذا الشيء. ثاني شيء أنا انقطعت عن الدراسة بسبب هذا الشيء، رجعت وسعيت لهذا الموضوع وعم بكمل السنة الجاية إن شاء الله على توجيهي، والحمد لله ماشي فيها بجدية، وتعلمت حتى بالفترة هذه الماضية كثير اللغة الإنجليزية، لأنه شيء ضروري نستفيد منه. تعلمت حتى اللغة الألمانية لأنه عاوشك بصراحة بالجامعة أدرس سيكولوجي أما لغات إنجليزية ألمانية. فمن هون أنا جوزت شغلتين، صرت بالرياضة وصرت في بصراحة بالناحية التعليمية عم بقدر أبرز هويتي. شوي قدرت أتطور من حالي وأخذ دورات بكيفية التعامل ودورات تدريبية وتأهيلية. أصبحت من سوري من إنسان إنه تقدر تقول إنه ماشي
ما بتقدر تكون في ان غير تنظر على حالك انت ولا شيء. يعني هيك نظرتك لما تكون سوداويه للدنيا انه فقط بصري شيء، هذا الشيء بيعيقني بصراحه. الخوف الزائد من الاهل، نظره المجتمع السلبيه كثير، المجتمع ما شاء الله بيعيق فينا، مش احنا من معاقين، احنا المجتمع بيعيقنا لانه لما يقول حرام لا ما تخلوه، لا لا هذه كلمه لا، او الخوف الزائد من الاهل هي اللي بتخلينا احنا ما نتقدم. بل كملت هذا الشيء وقدرت ان اكون مدرب، واخذت دورات بالامن العام مع الجمعيه، وصرت انا ادرب الناس انها كيف هي ممكن تكون عندها ذاتها، كيف انها تثبت وجودها. وحاليا ناشط مع ما يقارب 10 جمعيات للمعاقين وللمكفوفين من شمال لجنوب المملكه، وبدأت اني انا اقدر ادرب هذه الفئه بصراحه الكبيره اللي هم تعدادهم يقارب 40,000 كفيف في الاردن، انه كيف هم يقدروا يغطوا حقوقهم، كيف هم يكملوا مسيرتهم صح، كيف انه اذا حدا كان مرق بتجربتي انه ما يمرق فيها ويقدر يدرس هويته. واخر شيء انه تقريبا انا من شيء سنه تقريبا عم بشارك في شيء اسمه ماراثونات، اللي هي بطولات الجراند، اللي هي ركض مسافات طويله ل 10 كيلو. كان شيء جديد، بس انا كنت حاب بصراحه اني اقدر اثبت وجودي بين المجتمع المحلي، انه في كل مجال يعني بقدر اثبت فيه وجودي، والحمد لله عم بحصد ميداليه ورا ميداليه ميداليه ورا ميداليه. البارح حصلت الميدالية الذهبية في 10 كيلو، وحضرت رقم كمان كان كثير قياسي، 35 دقيقة في مسافة 10 كيلو، كان رقم لأفريقي 39 دقيقة، أنا نزلت عنه 4 دقائق، وإن شاء الله نقدر أمشي الأكثر. وبشكر بلال الحياري، وبشكر فرق التعليلة عموما وست روان زين، إنه هذه الفكرة اللي خلتنا إحنا بصراحة نوقف نتعرف على بعض ونستفيد من خبرات بعض، ألف شكر لكم.